بلاد البافانا بافانا ترتدي ثوب الإثارة والتشويق. جنوب إفريقيا وبعض احتضانها أغلى منافسة عالمية تعود لتنظم النسخة 29 من منافسات كأس أمم إفريقيا. أسود الأطلس على موعد مع هذا العرس القاري في أولى مواجهة الدور الأول أمام الفهود السمراء. منتخب أنغولا الطامح إلى تدوين اسمه كواحد من المنافسين على اللقب يواجه المنتخب المغربي المرشح على الورق للذهاب بعيدا في هذه المنافسة. المنتخب المغربي المنتخب الأنغولي يوم السبت على الساعة 7 مساءً.